الأخوة كارامازوف للروائي الروسي دوستويفسكي. الترجمة سامي الدروبي. يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. الباب الثامن. ميتيا. كوزما سامسونوف. إن ديمتري فيدروفيتش الذي أمرت غروشينكا وهي تطير نحو حياة جديدة بأن يبلغ سلاما أخيرا مع المطالبة بأن يحفظ إلى الأبد ذكرى ساعة قصيرة من حب وهبته له، كان يجتاز هو أيضا رغم جهله بما كان يحدث للمرأة الشابة، كان يجتاز فترة عصيبة من الاضطراب الشديد والقلق الرهيب. إنه يعيش منذ يومين في حالة نفسية لا سبيل إلى وصفها، حتى لا يكاد يصاب باحتقان في الدماغ على حد التعبير الذي استعمله هو فيما بعد. لم يستطع أليوشا أن يعثر عليه حين بحث عنه في الصباح، ولا هو جاء على الموعد الذي كان قد ضربه لأخيه إيفان في الحانة، وقد صمت أصحاب الشقة التي كان يقيم فيها تنفيذا لأوامره. وظل هو خلال يومين يضرب في الأرض على غير هدى وبغير راحة، مصارعا قدره ساعيا إلى خلاصه، كما صرح بذلك فيما بعد، حتى لقد غاب عن المدينة بضع ساعات بسبب أمر مستعجل، رغم أنه كان يرى أن ترك غروشينكا ولو للحظة بلا رقابة أمر رهيب. وقد اتضح هذا الأمر فيما بعد بكل تفاصيله، أما الآن فنذكر أهم وقائع هذين اليومين الرهيبين اللذين سبقا سقوط الكارثة على حياته، ذلك السقوط القاسي المفاجئ. صحيح أن غروشينكا قد أحبته خلال ساعة من الزمن حبا صادقا، ولكنها أيضا عذبته أحيانا بقسوة لا رحمة فيها، وأنكى ما في الأمر أنه لم يستطع أن يفهم عواطفها الحقيقية فهما واضحا. لم يكن له أي أمل في أن يكتشف هذه العواطف لا بالملاطفات ولا بالقوة، ولو قد حاول ذلك لعاندته في جميع الأحوال ولتركته غاضبة حانقة. كان هو يشعر بذلك شعورا كاملا، وكان يدرك أنها تجتاز هي نفسها في تلك الساعة أزمة عصيبة، لأنها تتخبط في حيرة شديدة، فهي توشك أن تعزم أمرها دائما ثم تتردد كل مرة في آخر لحظة. وكان يقدر بقلب متألم، وليس يخلو تقديره هذا من حق، أنها كانت في بعض الأحيان تكرهه وتكره غرامه بها. لعله لم يكن مخطئا في هذا، ولكن السبب الحقيقي للقلق الذي تعانيه غروشينكا كان يفوته. وكانت المسألة التي تعذبه إنما ترتد في الواقع إلى هذا الاختيار بين شخصين لا ثالث لهما، أما هو ميتيا وأما فيودور بافلوفيتش. وهنا يحسن أن نوضح النقطة التفصيلية التالية. كان ميتيا مقتنعا اقتناعا مطلقا بأن فيودور بافلوفيتش مستعد لأن يتزوج غروشينكا، ولعله عرض عليها ذلك. وكان لا يتخيل في لحظة من اللحظات أن العجوز الفاسق قد خطر بباله أن يصل إلى تحقيق أغراضه دون أن يضحي بشيء إلا ب3000 روبل. هكذا كان يفكر ديمتري على أساس ما يظن أنه يعرفه من طبع غروشينكا. لذلك كان من الممكن أن يقدر أن ما تعانيه المرأة الشابة من قلق وتردد إنما يرجع إلى أنها لا تدري من تختار منهما، جاهلة أيهما أنفع لها وأجدى. أما أن يعود في القريب ذلك الضابط، ذلك الرجل المشؤوم الذي احتل هذا المكان كله في نفاد الصبر وحياة غروشينكا، والذي كانت غروشينكا تنتظر وصوله بذلك القدر كله من الاضطراب وشدة الخوف،
فإن ديمتري لم يخطر بباله هذا الأمر مرة واحدة خلال تلك الأيام، مهما يبدو ذلك غريبا. صحيح أن جروشينكا أصبحت في الأيام الأخيرة لا تكلمه في هذا الأمر، ولكن ديمتري كان يعلم أن الرجل الذي أغواها قد كتب إليها، لأنها أطلعته على الرسالة التي تلقتها منه منذ شهر، وكان يعرف بعض ما تضمنته هذه الرسالة. لقد أطلعته جروشينكا على الرسالة بدافع القسوة، فما كان أشد دهشتها حين رأت أنه لم يولي الرسالة أي اهتمام ولا اكتراث لها. إنه لمن العسير أن نشرح السبب الذي جعل ديمتري لا يحفل بالرسالة ولا يقيم لها وزنا كبيرا. لعل ذلك يرجع ببساطة إلى أنه قد بلغ من شدة رزوحه تحت وطأة هول تنافسه مع أبيه على هذه المرأة أنه كان يستحيل عليه أن يتخيل مصيبة أكبر من تلك المصيبة وشقاء أعظم من ذلك الشقاء في تلك الفترة على الأقل. أضف إلى ذلك أنه كان لا يتصور أن من الممكن أن يعود خطيب بعد غياب 5 سنين، وأنه كان لا يتصور خاصة أن سيعود قريبا. هذا إلى أن رسالة الضابط لم تتضمن إشارة إلى مجيئه إلا بكلمات غامضة. لم تكن الرسالة تحتوي إلا على أمور عامة ومناجيات غائمة وتصريحات عاطفية. يجب أن نذكر أن جروشينكا قد أخفت عنه الأسطر الأخيرة التي يشير فيها كاتب الرسالة إلى عودته القريبة بشيء من الوضوح، وكان ديمتري يتذكر فيما بعد أنه لاحظ أن المرأة الشابة حين أطلعته على الرسالة قد أظهرت على غير إرادة منها احتقارها للرجل الذي كتب إليها الرسالة من سيبيريا. ولم تفضي جروشينكا إلى ديمتري بعد ذلك بأي شيء عن الاتصالات التي تمت بينها وبين ذلك المنافس الجديد، إلى أن نسي ديمتري وجوده شيئا بعد شيء، فكان لا يشغله إلا اعتقاده بأن الصدام الحاسم بينه وبين فيودور بابلوفيتش يبدو وشيكا مهما يحدث من أمر، فلا بد أن تحل هذه المسألة على أي حال من الأحوال قبل سائر المسائل. وكان ينتظر كل لحظة على أحر من الجمر قلقا أن تتخذ جروشينكا قرارها، وكان يقدر أنها ستتخذ هذا القرار فجأة بما يشبه الوحي أو الإلهام، فتقول له ذات يوم: خذني أنا لك إلى الأبد، وينتهي كل شيء، فيقبض عندئذ عليها ويمضي بها إلى آخر العالم. نعم، لا يأخذنها عندئذ فورا إلى أبعد مكان ممكن، لا يأخذنها إلى أقصى روسيا إن لم يأخذها إلى أقصى الأرض، وسوف يتزوجها ويستقر معها، لا يعرفهما أحد بعد ذلك، لا هنا ولا هناك ولا في أي مكان، ولسوف تبدأ عندئذ حياة جديدة. كذلك كان ديمتري يحلم متحمسا بالحياة الجديدة، الحياة الفاضلة، الفاضلة حتما. لقد كان في ظمأ شديد إلى هذا التجديد، إلى هذا الانبعاث، لأنه كان يتألم تألما قويا من الحمأة الحقيرة التي تردى إليها وغاص فيها بإرادته. وكان ككثير من الرجال في مثل هذه الحالة يؤمن بالخلاص عن طريق تغيير البيئة، فلا يرى هؤلاء الناس ولا يعيش في هذا الوسط بعد الآن. كان يتصور أنه متى ترك هذا المحيط تغير كل شيء بين عشية وضحاها، وبدأت حياة جديدة على أسس جديدة. ذلك كان أمله، وإلى هذه الغاية إنما كانت تتجه أحلامه. غير أن هذا الحل لا يمكن أن يتحقق إلا إذا اتخذت جروشينكا القرار الأول، القرار السعيد أن تختاره هو دون غيره. وهناك قرار ثان ما يزال من الممكن أن تتخذه جروشينكا. هناك حل آخر رهيب يمكن أن يتحقق، هو أن تقول له مثلا على حين فجأة: اغرب عني،
فلقد اتفقت الآن مع فيودور بابلوفيتش اتفاقا نهائيا، وقررت أن أتزوجه، فلا حاجة بي إليك بعد اليوم. ففي هذه الحالة، لقد كان ميتيا لا يعرف هو نفسه ما قد يحدث عندئذ، ولقد ظل لا يعرف ذلك إلى آخر دقيقة. علينا أن نذكر هذه الحقيقة تبرئة له، إنه لم يعقد نيته على شيء، ولم يفكر في ارتكاب جريمة. كان لا يزيد على أن يراقب ويتجسس ويتعذب بغير انقطاع، ولكنه لا يتصور إلا الحل الأول، ولا يتنبأ إلا بالخاتمة السعيدة، ويطرد من ذهنه كل فكرة أخرى، على أن هناك صعوبة أخرى كانت تنبجس عندئذ وتجعله قلقا مهموما مغموما، ذلك أن عقبة جديدة تقف عثرة في طريقه حتى حين يتحقق الحل الأول السعيد، عقبة خارجية طبعا، ولكنها عقبة رهيبة يستحيل تدليلها على كل حال. هابي غروشينكا قالت له: أنا لك، خذني. فما عساه يفعل من أجل أن يرحل معها؟ أين يجد المال اللازم للسفر؟ إن الأموال التي هيأتها له دفعات فيودور بابلوفيتش، والتي كانت تتدفق عليه بلا انقطاع كل هذه السنين، قد نفدت نفادا تاما. صحيح أن غروشينكا تملك مالا، ولكن ميتيا كان يشعر عندئذ على حين فجأة بكبرياء شديدة تستيقظ في نفسه. لقد كان يحرص أشد الحرص على أن يتحمل هو نفقات الرحيل، وأن يبدأ معها حياة جديدة بماله، ويرفض أن يعيش عالة عليها. كان لا يطيق أن يتصور أن يأخذ من مالها شيئا، وكان إذا تصور ذلك يبلغ من شدة الألم حد الاشمئزاز من نفسه. لن أحاول أن أشرح هنا هذه الحالة النفسية بمزيد من التفصيل، ولا أن أحللها، وحسبي أن أقرر أن هذه كانت عاطفته، وأن هذا كان شعوره آنذاك. جائز جدا أن يكون هذا الموقف قد أملاه عليه على غير شعور منه، ما قاساه ضميره من عذاب خفي منذ أن استولى على المبلغ الذي ائتمنته عليه كاترينا إيفانوفا. لقد كان ديمتري يقول لنفسه آنذاك، كما اعترف بهذا فيما بعد: أنا وغد حقير في نظر الأولى، وسأصبح وغدا حقيرا في نظر الثانية. إذا علمت غروشينكا بالأمر فلن ترضى بنذل مثلي. ولكن أين عساه يجد المال اللازم والحالة هذه؟ أين عساه يجد المال الذي يحتاج إليه هذا الاحتياج الفاجع كله، والذي بدونه سيضيع كل شيء ولن يتحقق هدفه؟ أكل هذا بسبب مسألة مالية حقيرة؟ يا للشقاء. سأستبق الآن القصة فأشير إلى أن ديمتري ربما كان يعلم أين يمكنه أن يجد هذا المبلغ، وربما كان لا يجهل في أي مكان يوجد هذا المبلغ، ولن أدخل الآن في سرد التفاصيل التي ستعرض في حينها، غير أنني سأبين على نحو قد لا يكون واضحا وضوحا كافيا، ولكن لا ضير. ماذا كانت الصعوبة الكبرى في نظره؟ لقد كان يرى أن عليه حتى يستطيع أن يأخذ المبلغ المخبأ في مكان ما، حتى يكون من حقه أن يستولي على هذا المبلغ، كان يرى أن عليه أولا أن يرد 3000 روبل التي يدين بها لكاترينا إيفانوفا، وإلا لم أكن إلا لصا ووغدا حقيرا، لا أريد أن أبدأ حياة جديدة وأنا وغد، كذلك كان يقول ميتيا لنفسه. ولهذا قرر أن يقلب العالم رأسا على عقب إذا لزم الأمر، من أجل أن يستطيع رد المبلغ إلى كاترينا إيفانوفا، وقرر أن يفعل ذلك مهما يكن الأمر وقبل كل شيء. وقد اختمر هذا القرار في نفسه في الأيام الأخيرة، أثناء الساعات التي أعقبت لقاءه أليوشا مساء في الطريق، بعد أن علم من أخيه بأمر الإهانة التي ألحقتها غروشينكا بكاترينا إيفانوفا، فاعترف بأنه وغد حقير، وأمر أخاه بأن ينقل كلماته هذه إلى كاترينا إيفانوفا،
إذا كان ذلك يمكن أن يخفف عنها. ولقد شعر أثناء تلك الليلة وهو على ما هو عليه من اضطراب شديد بأنه يحسن صنعا إذا هو قتل أحدا وسلبه ما معه في سبيل أن يرد إلى كاتيا ماله. قال يخاطب عندئذ نفسه: ألا فلأصبح قاتلا ولصا في نظر ضحيتي وفي نظر جميع الناس، ألا فلأرسل إلى الأشغال الشاقة بسيبيريا في سبيل ألا تستطيع كاتيا أن تقول عني أنني لم أخنها فحسب، وإنما سرقتها أيضا وسطوت على مالها لأهرب مع غروشينكا وأبدأ بذلك حياة جديدة. لا أطيق أن تقول عني كاتيا هذا الكلام. ذلك ما كان يحدث به ميتيا نفسه وهو يكز أسنانه. وكان من حقه فعلا أن يخشى أن يصاب باحتقان في دماغه، ولكنه كان حتى تلك اللحظة على الأقل ما يزال يكافح. والأمر الغريب أنه كان من الممكن أن يبدو له أن الهدف الذي يسعى إليه لا يمكن تحقيقه، وأنه لم يبق له إلا أن ييأس. فمن أين يمكنه الحصول على مثل هذا المبلغ الكبير من المال بينما هو لا يملك شيئا ويتخبط في بؤس أسود؟ ومع ذلك ظل يأمل حتى النهاية، واثقا من أنه سيعثر على مبلغ 3000 روبل هذا، وأن هذا المبلغ سيهبط عليه من السماء عند الحاجة. فكذلك يفكر على وجه العموم أولئك الذين لم يعرفوا في حياتهم إلا تبديد ما ورثوا، مثل ديمتري فيدروفيتش، والذين يجهلون كل شيء عن طريقة جني الرزق وتحصيل المال. إن مشاريع خيالية عجيبة تغلي وتفور في ذهنه منذ أن ترك أليوشا قبل يومين، وقد اختلطت في عقله أبسط المعاني واضطربت أيسر الأفكار. فبدأ مساعيه بمشروع هو أعجب ما يمكن أن يتخيله الخيال من مشاريع، ومن الجائز على كل حال أن تكون أشد الأفكار شذوذا وأعمقها إغالا في عالم الأوهام هي التي تفرض نفسها أكثر من غيرها على أناس من نوعه في ظروف كهذه، وتبدو لهم سهلة التحقيق. لقد قرر ديمتري أن يذهب إلى التاجر سانسونوف حامي غروشينكا ليعرض عليه مشروعا ويحصل منه فورا على 3000 روبل سلفة تحت الحساب. كان ديمتري لا يخامره شك في قيمة مشروعه من الناحية التجارية، وإنما كان يتساءل كيف عسى يستقبل العجوز المشروع كله وليس جانبه التجاري فقط. وكان ديمتري يعرف بأمر العجوز، ولكنه لم يتعرف عليه ولم يكلمه يوما حتى ذلك الحين، وكان مقتنعا منذ زمن طويل سواء كان على خطأ أم صواب بأن هذا العجوز الفاسق الذي وضع إحدى قدميه في القبر منذ الآن لن يعارض في أن تبني غروشينكا لنفسها حياة شريفة بتزوج رجل يستحق الثقة. كان يعتقد أيضا أن العجوز لن يرى أي ضير في هذا، بل لعله يتمناه ويساعد في تحقيقه إذا توفرت الفرصة. وكان يعتقد أيضا على أساس شائعات غامضة وعلى أساس أقوال أفلتت من غروشينكا أن سامسونوف يؤثره على فيودور بابلوفيتش زوجا للمرأة الشابة في المستقبل. ربما كان بعض قرائه يرون أن حسابا كهذا الحساب من جانب ديمتري وما عقد عليه النية من استلام خطيبته من يد حاميها إن صح التعبير يدلان على أن ديمتري فيدروفيتش يفتقر إلى رقة الشعور وأناقة السلوك، وأن نفسه تخلو من وساوس الضمير. ولكنني أجيب على هذا بقولي إن ميتيا كان يرى أن ماضي غروشينكا قد دفن إلى الأبد. لقد كان شقاؤه وسقوطه يوقظان في نفسه شفقة عظيمة ورحمة لا حدود لها. لقد دفعته حرارة الهوى إلى الاعتقاد بأن غروشينكا ستبعث بعثا جديدا وتصبح امرأة جديدة متى صارحته بحبها
وقررت أن تتزوجه، وأنه سيبعث هو نفسه بعثا جديدا فيصير رجلا مبرئا من كل إثم ولا يتميز إلا بالفضائل. لسوف يغفر كل منهما لصاحبه أخطاءه ويعيشان حياة جديدة كل الجدة. أما كوزما سامسونوف فكان ديمتري يرى أنه قد لعب في حياة غروشينكا الماضية التي انتهت الآن دورا مشؤوما ولا شك، بينما لم تحبه غروشينكا في يوم من الأيام. وكان ديمتري يرى أيضا أن كوزما، وهذا هو الأمر الأساسي، قد انتهى هو أيضا فلا يحسب بعد الآن. أضف إلى ذلك أنه لم يكن يستطيع كثيرا في اللحظة الراهنة أن يرى في هذا العجوز رجلا، فلقد كان معلوما في المدينة أن كوزما ليس اليوم إلا خرقة بالية، وكان الناس لا يجهلون أنه لم تبق له بغروشينكا إلا علاقات أبوية إن صح التعبير، وذلك منذ زمن غير قصير، منذ ما يقارب من عام. صحيح أن موقف ميتيا هذا فيه كثير من السذاجة، ولكن ميتيا كان على جانب عظيم من السذاجة حقا رغم جميع عيوبه. فكذلك كان يظن لبساطته أن العجوز كوزما الذي يشعر بأنه يشك أن يبارح هذا العالم كان يحس بندامة صادقة على سلوكه مع غروشينكا، وأن غروشينكا ليس لها في هذا العالم في هذه اللحظة صديق أشد إخلاصا وأكثر تنزها من هذا العجوز الذي أصبح الآن لا يخشى منه أذى. ففي غداة الحديث الذي جرى بين ميتيا وأليوشا على الطريق، ذهب ميتيا الذي لم يغمض له جفن طوال الليل، ذهب إلى منزل سامسونوف في الساعة 10 من الصباح وطلب أن يبلغ العجوز عن مجيئه. المنزل مبنى حزين المظهر عظيم الاتساع من طابقين، وله ملحقات كثيرة وجناح في الفناء. إن الطابق الأول يسكنه ابناء التاجر المتزوجان وأخته الطاعنة في السن وابنته التي لم تتزوج. أما الجناح الذي في الفناء فيسكنه اثنان من مستخدميه في تجارته، أحدهما ذو عائلة كبيرة. إن أولاد سامسونوف ومستخدميه تضيق بهم مساكنهم، بينما الطابق الأعلى وقف على سامسونوف وحده الذي كان يرفض حتى أن تشاركه فيه ابنته، ومع ذلك كانت ابنته هذه تعتني به وترعاه، وكان عليها في ساعة محددة وكلما ناداها أن تذهب إليه وأن تصعد السلم رغم ضيق التنفس الذي تشكو منه منذ زمن طويل. إن الطابق الأعلى الذي يسكنه العجوز يتألف من حجرات واسعة متتابعة مؤثثة على الطراز الذي كان يحبه التجار في الماضي، وقد اصطفت على طول جدرانها مقاعد ثقيلة من الخشب وثيرة وغير وثيرة، وعلقت في سقوفها ثريات من الكريستال مجللة بأغطية، ووضعت بين نوافذها مرايا قاتمة. إن هذه الحجرات خالية من السكان الآن، لأن العجوز المريض أصبح لا يغادر غرفة نومه الصغيرة التي تقع في آخر الطابق، والتي تخدمه فيها خادم عجوز تقمط رأسها دائما بمنديل، وصبي ينام على دكة في الدهليز، وقد أصبحت ساقاه المتورمتان لا تكادان تتيحان له أن يمشي، فهو يكتفي بأن ينهض عن كرسيه من حين إلى حين ليسير بمساعدة الخادم العجوز بضع خطوات في الغرفة. وهو قاسي الطبع متجهم المزاج، لا يتكلم إلا قليلا حتى مع هذه الخادم، فلما أبلغ زيارة النقيب رفض أن يستقبله في أول الأمر، ولكن ميتيا ألح أن يراه، فسأل العجوز الصبي هل يبدو على الزائر أنه سكران أو هل يظهر عليه أنه يسعى إلى فضيحة. فقال الغلام ما هو بسكران، ولكنه لا يريد أن ينصرف. فرفض العجوز مرة أخرى يستقبل الزائر،
ولكن ميتيا كان قد تنبأ بالأمر وتزود سلفا بقلم وورقة. فها هو ذا يكتب على الورقة بخط واضح: إن القضية قضية مستعجلة تتصل بأجرافينا ألكسندروفنا. ويرسل الورقة إلى التاجر العجوز. فكر سامسونوف بضع لحظات، ثم أمر الصبي بإدخال الزائر إلى الصالون، وأسرع يرسل الخادم العجوز في الوقت نفسه إلى ابنه الأصغر آمرا إياه أن يصعد إليه فورا. فسرعان ما حضر الابن دون أن ينطق بكلمة. إنه رجل طويل القامة، عريض الجسم، قوي قوة هرقلية، حليق اللحية، يرتدي الزي الألماني. أما سامسونوف نفسه فكان يرتدي قفطانا وكانت له لحية. إن جميع أفراد الأسرة يرتعدون خوفا أمام الأب، ولقد استدعى العجوز ابنه القوي هذا لا خوفا من النقيب، فإنه لا تعوزه الشجاعة، ولكن ليكون هناك شاهد إذا لزم أن يكون هناك شاهد. وها هو ذا يستند على ابنه وعلى الصبي، فيظهر أخيرا في عتبة الصالون كتلة مائجة. وربما كان ينبغي أن نسلم بأنه كان يشعر بكثير من الاستطلاع والفضول. إن الصالون الذي كان ميتيا ينتظر فيه هو غرفة واسعة كالحة، من شأن مظهرها وحده أن يقبض الصدر ويهيئ النفس للحزن، وهي مزدانة بثلاث ثريات كبيرة مجللة بأغطية، لها نافذتان ومنصة في القسم العلوي من الجدران المصنوعة من مقلد المرمر. كان ميتيا جالسا على كرسي قرب الباب ينتظر أن يتقرر مصيره، وهو في حالة عصبية شديدة. فلما ظهر العجوز في الباب المقابل له على مسافة 20 مترا نهض فجأة وتقدم نحوه بخطى واسعة حازمة، هي خطى جندي. لقد كان حسن الهندام يرتدي بدلة معقودة الأزرار، ويحمل بيديه قبعة مدورة، ويلبس قفازين سوداوين تماما كما كان قبل 3 أيام في الدير عند الشيخ أثناء لقائه بفيودور بابلوفيتش وأخويه. انتظره العجوز واقفا رصين المظهر وقور الهيئة، وشعر ميتيا أنه تفرس فيه وفحصه بانتباه حين كان يتقدم منه، وقد خطف بصره ما كان قد أصاب وجه كوزما كوزميتش من تورم شديد منذ زمن. إن شفة كوزما السفلى، وهي شفة سميكة، تتدلى الآن تدليا. انحنى سامسونوف أمام ضيفه صامتا رصينا، وأشار له إلى مقعد أمام كنبة جلس عليها هو بتهالك بطيء، مستندا إلى ابنه مطلقا من صدره بعض الأنين. فسرعان ما شعر ميتيا أمام هذه الجهود الأليمة التي يبذلها العجوز بعذاب الضمير من أنه وهو الشاب التافه قد أجاز لنفسه أن يزعج شخصية مرموقة كهذه الشخصية الكبيرة. قال العجوز بعد أن استقر أخيرا على الكنبة: ماذا تريد مني يا سيدي؟ وقد ألقى هذا السؤال بصوت بطيء قاس، مجزئا مقاطع كلماته، ولكنه ألقاه بلهجة مؤدبة مهذبة. ارتعش ميتيا وأراد أن ينهض، ولكنه عاد يجلس فورا وبدأ شروحه متكلما بصوت عال وبسرعة كبيرة وعصبية شديدة، مكثرا من الحركات والإشارات، لأنه كان في حالة احتياج عظيم. فمن رآه أحس أنه أمام رجل طريقه مسدود، يحاول أن يجد مخرجا من مأزقه، وأنه مستعد لأن يلقي نفسه في الماء إذا أخفق. ولا شك أن العجوز سامسونوف قد لاحظ ذلك من أول نظرة، ولكن وجهه ظل باردا هادئا رصينا مغلقا كأنه وجه تمثال. لا شك أن كوزما كوزميتش المحترم جدا قد سمع عن منازعاتي مع أبي فيودور بابلوفيتش كارامازوف الذي سلبني ميراثي من أمي المرحومة. إن المدينة كلها تلغط في هذا الأمر منذ زمن طويل،
لأن الناس هنا قد تعودوا أن يهتموا بما لا يعنيهم. ولا شك أنك علمت من جروشينكا، معذرة، أردت أن أقول أجرافينا ألكسندروفنا التي أحترمها وأبجلها إلى أبعد حد. بهذه الكلمات بدأ ميتيا حديثة، ولكنه لم يكمل فكرته فارتبك، على أنني لن أنقل هنا أقواله كلمة كلمة، وحسبي أن ألخص مضمونها الأساسي. لقد ذكر ديمتري أنه استشار عن عمد منذ 3 أشهر محاميا. كان ميتيا يتعمد أن يستعمل في شروحه تعابير رائجة في البيئة التي ينتمي إليها سامسونوف. قال: ذهبت إلى بافل بافلوفيتش الشهير الذي لعلك تعرفه يا كوزما كوزميتش. هو إنسان واسع المعرفة، له ذكاء يشبه أن يكون ذكاء رجل دولة. إنه يعرفك أيضا، وقد أثنى عليك ثناء عظيما. هنا ارتبك ميتيا من جديد، ولم يكمل فكرته أيضا، ولكن انقطاع الأفكار لم يمنعه في كل مرة من أن ينتقل إلى فكرة جديدة بدون تدرج. عاد يقول أن بافل بافلوفيتش هذا، بعد أن أصغى إلى شروح ميتيا ونظر في الأوراق التي وضعها بين يديه، لم تكن شروح ميتيا بصدد هذه الأوراق واضحة، وإنما هو مر على هذا الجزء من حديثه مرورا سريعا. رأى فيما يتعلق بقرية شيرمانشايا، وهي القرية التي كان يجب أن تؤول إليه حسب وصية أمه، رأى أنه من الممكن أن ترفع الدعوى على العجوز الندل، وأن هذه الدعوى يمكن أن تضع العجوز في مأزق صعب، لأن جميع الطرق ليست مسدودة، ولأن القضاء يعرف كيف يجد الطريق التي تؤدي إلى الهدف. أي إن من الممكن الحصول بهذه الوسيلة من فيودور بافلوفيتش على مبلغ يصل إلى 6,000 أو 7,000 روبل من قبيل التعويض، لأن شيرمانشايا تساوي في الواقع 25,000 روبل أو 28,000 روبل، وحتى 30,000 روبل، 30,000 روبل يا كوزما كوزميتش. مع أنني لم أستطع أن أخذ من هذا الرجل القاسي إلا 17,000 روبل، تصور. ولكنني آثرت ألا أرفع دعوة، لأنني لا أفهم في شؤون المحاكمات شيئا. فلما وصلت إلى هذه المدينة وجدت الدعوة قد رفعت ضدي. هنا ارتبك ميتيا أيضا، وأسرع يقفز إلى موضوع آخر. هل تقبل؟ هل تقبل وفق هذه الشروط يا كوزما كوزميتش المحترم أن أتنازل لك عن جميع حقوقي عند هذا الشيطان الرجيم؟ على أن تدفع لي في مقابل ذلك 3,000 روبل فحسب. إنك لا تجازف بشيء على الإطلاق، أؤكد لك ذلك صادقا، وأحلف لك عليه بشرفي. بالعكس، لسوف ترد إليك هذه 3,000 6 أو 7، وإنما المهم أن تتم هذه الصفقة كلها اليوم. إنني مستعد لأن أوقع عقدا مسجلا لدى كاتب بالعدل أو شيئا من هذا القبيل، أي إنني مستعد لكل شيء. أعطيك الأوراق التي ستحتاج إليها، وأتنازل لك عن جميع الحقوق التي تريدها. نبرم العقد فورا في هذا الصباح إن كان ذلك ممكنا، ثم تعطيني 3,000 روبل. أنت الذي تعد أغنى رجل في هذه المدينة، وبذلك تنقذني وتهب لي فرصة تحقيق مشروع سام جدا، نبيل جدا في الواقع. فإنني أضمر عواطف رقيقة لإنسانة تعرفها أنت، وتسهر عليها وترعاها رعاية الأب لابنته. وما كان لي أن أجيء إليك لولا علمي بأنك قد أصبحت لها بمثابة الأب حقا. وإذا شئنا الدقة في التعبير، وجب أن نقول أن رجالا 3 يتصادمون هنا، لأن القدر قوة هائلة رهيبة يا كوزما كوزميتش. فلنكن واقعيين يا كوزما كوزميتش، لنكن واقعيين. وإذ أنك أصبحت منذ زمن طويل لا تحسب في عداد المتصادمين، فلم يبقى هنالك إلا خصمان يتنازعان. إنني أعبر عما بنفسي تعبيرا أخرق، أنا أعرف ذلك، ولكنني لست بأديب. لم يبقى هنالك إلا أنا من جهة، وذلك الشيطان الرجيم من جهة أخرى. فاختر الآن، أتختارني أنا أم تختار ذلك الشيطان؟ كل شيء متوقف عليك منذ الآن،
إنك تملك في يديك مصائر ثلاثة أشخاص، فلتفصل في الأمر. اعذرني إذا رأيتني أرتبك ولا أحسن التعبير، ولكنك ستفهمني ولا شك. إنني أرى من نظرات عينيك المحترمتين أنك ستفهمني، فإن لم تفهمني فلا يبقى لي إلا أن ألقي نفسي في الماء. هذا هو الأمر. قطع ميتيا حديثه الغريب الأخرق فجأة بعد أن نطق بجملته السخيفة تلك: هذا هو الأمر. ونهض عن مكانه بوثبة واحدة ينتظر الرد على عرضه السخيف. لقد أحس على حين بغتة وهو يختم تلك الجملة أن كل شيء قد ضاع إلى غير الرجعة، وأنه قد ارتكب على وجه الخصوص حماقة كبرى. خطر بباله فجأة: غريب، كنت حين وصولي أحس أن الفكرة رائعة، فإذا هي لا تسفر في النهاية إلا عن غباء. وكان العجوز أثناء تدفق ميتيا في الكلام يحافظ على هدوء وضعه، ويلاحظ محدثه وقد لاح في عينيه تعبير بارد برودة الثلج. فلما أنهى ميتيا كلامه جعله العجوز ينتظر الجواب دقيقة، ثم قال له بلهجة حازمة: متأسف يا سيدي، إنني لا أتعاطى أعمالا من هذا النوع. أحس ميتيا بساقيه تنثنيان، وتمتم يقول وهو يبتسم ابتسامة يرثى لها: ولكن يا كوزما كوزميتش، ما عسى أصير إليه في مثل هذه الحالة؟ لقد هلكت إذن، ألا تصدق ذلك؟ آسف. لبث ميتيا جامدا ساكن النظرة، ولكنه لاحظ عندئذ شيئا من الانفراج في عضلات وجه سامسونوف، فارتعش وعاوده الأمل فجأة. قال العجوز في بطء: أنا يا سيدي لم أتعود تعاطي أعمال كهذه، فإنني أكره الدعاوى وأمقت المحامين، ومع ذلك في وسعي أن أدلك إذا شئت على شخص يمكنك أن تتجه إليه وتتكل عليه. فدمدم ميتيا يقول: من هو؟ يا رب، إنك ترد إلي الحياة يا كوزما كوزميتش. ليس هذا الرجل من هنا، وليس يقيم الآن في هذه المدينة أيضا، إنه فلاح يتعاطى تجارة الخشب، يلقب بالياجافي، وهو يتفاوض منذ سنة مع فيودور بابلوفيتش على ثمن الغابة في قريتك تلك نفسها جرمنشاير، ولكنهما لم يتفقا على الثمن كما لعلك تعلم ذلك. وقد جاء إلى المنطقة من جديد، وهو يسكن الآن عند القس في قرية إيلينسكي التي تبعد 12 فرسخا من محطة فولفيا. وقد كتب إلي في موضوع الغابة هذه متنصحا: هذا وإن فيودور بافلوفيتش يعتزم الذهاب إليه. فإذا استبقت فيودور بافلوفيتش وعرضت على الياجافي ما عرضته علي الآن، فمن الجائز أن... فقاطعه ميتيا قائلا بحماسة: ولكن هذه فكرة عبقرية، ذلك هو الرجل الذي أنا في حاجة إليه، هذه الصفقة صفقته، إنه يساوم على السعر ويطلب منه مبلغ باهظ ثمنا لأشجار يقطعها، فإذا هو يجد بين يديه أوراقا تجعله مالكا للقرية بأسرها. انفجر ميتيا يضحك ضحكته الصغيرة الجافة على نحو لم يكن في حسبان العجوز. فارتعش العجوز قليلا، واستأنف ميتيا كلامه قائلا وهو يغلي ويفور حماسة: كيف أشكر لك جميلك كوزما كوزميتش؟ فقال سامسونوف وهو يحني رأسه: لا داعي للشكر. إنك لا تعلم، لقد أنقذتني من اليأس، قلبي هو الذي هداني إليك، والآن إلى ذلك القس. لا داعي للشكر، إنني ذاهب إلى هناك، سأركض إلى هناك ركضا، لقد أسرفت في إزعاجك والاستفادة من لطفك وكياستك بينما أنت مريض متألم. لن أنسى جميلك ما حيت، إن روسيا هو الذي يعدك بذلك، روسيا. طيب. أراد ميتيا أن يمسك يد العجوز ليصافحها شاكرا ممتنا، ولكن وميضا خبيثا لاح في عيني العجوز في تلك اللحظة، فأمسك فورا وأرخى يده، غير أنه سرعان ما لام نفسه على سوء ظنه، وقال لنفسه:
لابد أن يكون متعبا. وهتف يقول بصوت مدون: هذا من أجلها يا كوزما كوزميتش، هذا في سبيلها، أنت تفهم أن كل ذلك من أجلها. ثم حي العجوز بانحناء واستدار واتجه نحو الباب بخطى واسعة سريعة دون أن يلتفت بعد ذلك. كان ينبض حماسة، قال لنفسه: ظننت أن كل شيء قد ضاع، ولكن ملاكي الحارس أنقذني. فحين يدلني رجل خبير من رجال الأعمال على هذا الطريق، ما أنبل نفسه وما أعظم مهابته، فمعنى ذلك أنني ربحت القضية. ما ينبغي أن أضيع دقيقة واحدة، سأذهب إلى هناك حالا ثم أعود قبل الليل أو في الليل. أصبح الأمر في جيبي، ذلك أن العجوز لا يمكن أن يكون قد سخر مني على كل حال. بذلك كان ميتيا يحدث نفسه وهو يتجه إلى بيته، ولم يكن يمكنه في الواقع أن يتصور إلا أحد أمرين لا ثالث لهما، فإما أن رجل الأعمال المحنك الذي كان على علم بالموقف وكان عدا ذلك يعرف لياغافي، هذا يا له من اسم غريب، قد قدم له نصيحة لا شك في فائدتها، وإما أن العجوز قد سخر منه وضحك عليه. ويا للأسف، فقد كان هذا الافتراض الثاني هو الصحيح. لقد اعترف العجوز سامسونوف ضاحكا بعد وقوع الكارثة بزمن طويل أنه سخر من النقيب. إن سامسونوف إنسان سيء الطوية، قاسي القلب، ساخر النفس. الكره عنده حالة مرضية. ترى هل فعل ذلك بسبب ما رآه عند ميتيا من حماسة شديدة واعتقاد ساذج بأنه هو سامسونوف يمكن أن تنطلي عليه هذه العروض الخداعة تصدر عن مبذر وسلة مثقوبة من هذا النوع؟ أم أنه فعل ذلك بسبب ما شعر به من غيرة على غروشينكا التي جاء هذا الولد الطائش الفاجر يسأله المال باسمها من أجل مشروع سخيف مضحك؟ لا أدري أي الدافعين فعل في نفس الشيخ حين كان ميتيا يقف أمامه شاعرا بانتناء ساقيه هاتفا في غباء أنه هلك. المهم أن سامسونوف إنما ألقى عليه في تلك اللحظة نظرات خبيثة وقرر أن يضحك عليه ويسخر منه. وما إن انصرف ميتيا حتى التفت كوزما كوزميتش إلى ابنه وقد شحب لونه من شدة الغضب، فأمره بأن يفعل كل ما يجب فعله حتى لا يستطيع هذا المتشرد أن يظهر في منزله مرة أخرى في المستقبل، وألا يسمح له بدخول الفناء وإلا. ولم يكمل كوزما كوزميتش تهديده، ولكن ابنه ارتعد خوفا رغم أنه سبق أن رآه غاضبا مرات كثيرة. وظل العجوز بعد ذلك ساعة كاملة فريسة حنق شديد يرتعش منه جسمه كله، حتى إذا جاء المساء أحس بألم ووهن، فأمر أن يرسل إليه الممرض.